مع عبد الله حامد باستديو ومضة. مرحبا عبد الله، كيفك؟ مرحبتين. كيف ملاقى عربنا لهلا؟ افضل وافضل. انا كنت هنا السنه الماضيه، والمره هذه واضح مستوى اعلى كثير، والسبيكرز الموجودين ممتازين جدا، المتحدثين، فمبسوط جدا. بدي اسالك، شو رايك بتوجه الالعاب الالكترونيه والتطبيقات اليوم بالعالم العربي؟ انا شايف انه في توجه كبير للموبايل هذه الايام، بس انا بالنسبه لي انا انصح مطورين الالعاب انه ما يتوجهوا بشكل كبير للموبايل الان، وبدل ما يبدا يركزوا على التكنولوجي وينفذوا شيء على الموبايل، قاعد انصحهم انه يبداوا ينفذوا العاب باقل كميه تكنولوجي as possible، ويحاولوا انه ينشروا العابهم بطريقه اسرع على الويب، لانه الطلب على العاب على الويب الى الان كبير، فالمفروض الواحد ما يتناسى الطلب الموجود على الويب ويحاول يسوي شيء مثير او شيء ممتع زي الموبايل، ويدرب نفسه أكثر بصناعة ألعاب أكثر على الويب، لما يبدأ يتقن عملية تصميم الألعاب وتصميم ألعاب ممتعة، بعدين يبدأ ينقلها على الموبايل. اللي موجود الآن على الموبايل مستوى نطمح لأكثر من كذا إن شاء الله. الألعاب إلى الآن في بدايتها في المنطقة العربية، لذلك أنصح إنه يروحوا على الويب أول ويصمموا ألعاب أكثر ويتقنوا عملية تصميم الألعاب، بعدين يروحوا على الموبايل. انت مؤسس منصة جيم تاكو. نعم مزبوط. خبرنا شوي عن المنصة وعن شو نوعية الألعاب اللي عم بتشوفها أكثر شيء عم تجي لعندكم اليوم. المنصة بدأت من رغبتي أنا في صناعة الألعاب. حاولت أدور أو أشوف البيئة اللي حوالينا، وكيف طريقة أو الطرق الموجودة لنشر الألعاب وطريقة لكسب المال من الألعاب. لقيت انه في ثغره كبيره جدا، انه ما في مكان تقدر تصمم فيه لعبه بسرعه وتنشرها لعدد كبير من الناس وتاخذ ارائهم بسرعه، وفي نفس الوقت يعني تصنع كم قرش زي ما يقولوا في السعوديه من العمليه هذه. فصنعت حاجه انا كنت احتاجها بنفسي كمصمم العاب، وطلع جيم تاكو في النهايه، او تاكو الالعاب. بالنسبة لنوعية الألعاب، نوعية الألعاب الموجودة عندنا ألعاب معظمها ألعاب فلاش، وألعاب منصة يونيتي، وألعاب HTML5. ألعاب فلاش هي الأضمن بالنسبة للمطورين، لأنه توزيعها بالنسبة للأجهزة المكتبية أكبر بكثير، يمكن كل متصفح موجود في العالم موجود عليه فلاش، فنسبة التوزيع أكبر بكثير. في توجه كبير لألعاب HTML5 اللي هي تقنية حديثة والناس مبسوطين عليها لأنها شوية مثيرة. المشكلة فيها أنه 80% من زوارنا متصفحاتهم ما تدعم HTML5 لأنه تقنية لسه حديثة، فدائما أنصح المطورين أنه يبتعدوا على هذه التقنية لأنه لسه إلى الآن ما نضجت، ويبدأ يتوجهوا إلى فلاش أو يونيتي أنه يصمموا ألعابهم عليها. أخذت تمويل جديد، مبروك. شكرا. شو الخطط لهالتمويل؟ شو ناويين تعملوا فيه؟ التمويل هذا اولا حيروح لمطورين الالعاب بشكل كبير جدا. احنا قاعدين نحاول نخدم مطورين الالعاب بان نحاول كل الوسائل الممكنه انه نوجد البيست براكتسز زي ما يسموها بالانجليزي، والطرق المجديه او الافضل في صناعه الالعاب وفي توزيع الالعاب. فحنبدأ نجرب كل حاجة موجودة نقدر نجربها، ونلاقي الطريقة الأمثل عشان نبدأ نوصل المعلومة هذه للمطورين، بحيث هم يقدروا يتصمموا ألعاب أفضل ويقدروا ينشروها، وإن شاء الله يصيروا مطورين ناجحين. صح. شكراً عبد الله لأنك حكيت معنا باستوديو ومضة، ونتمنى لك كل التوفيق. شكراً، وأشكركم جزيلاً لاستضافتي مرة ثانية. أهلاً. شكراً.